أهلا وسهلا ومليون مرحبا فيكم أحبتنا المشاهدين، وفرصة جديدة نلتقي فيها معاكم بكل الحب والتقدير، وحياكم الله معنا. أحبائي المشاهدين، خلونا اليوم نتأمل في آية من يوحنا 16 تقول: وقال له تلاميذه: هو ذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا. يوحنا 16:29. لكن المسيح تبارك اسمه وفي نفس الإصحاح في يوحنا 16 وفي نفس سياق الحديث تحدث عن مثل آلام الطلق والولادة، لما قال: المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لأنها قد ولد إنسان في العالم. يوحنا 16:21. إذن إيش اللي خلى التلاميذ يحسبون أن المسيح يتحدث معاهم علانية بدون أمثال، بالرغم أنه كلمهم مثل المرأة وقت الطلق والولادة؟ وهذا المثل اللي ذكره الرب يسوع المسيح تبارك اسمه علشان يشجع التلاميذ ويشجعك أنت بعد في أزمنة الضيق والاضطهادات، ويشبه لك الأمر بحزن بسيط مثل حزن المرأة وقت الطلق والولادة، لكنها بتفرح بعد الولادة وبتنسى كل الألم والمعاناة. وهم بعد الكلام موصول لك أنت أخوي المشاهد وأنت أختي المشاهدة اللي قاعد تشوفني الآن، وأنت جالس قدام الشاشة عارف أنه في هناك ألم تعاني منه، فعلا في هناك ألم أنت تعاني منه، وأنك بتنولد من جديد بالروح وتتقدم للمسيح يسوع. حزن لأنك بتترك عادات وتقاليد وأهل وأقارب، ويمكن تترك وظيفة وأراضي وخيول ويخوت من أجل اسم المسيح. ومثل ما المولود يبكي أول ما يخرج من بطن أمه، هم بعد المولود بالروح يبكي أول ما يتولد بالروح ويخرج من العالم. لكن هذا كله بسيط، وحيتحول حزنك للفرح. ترى ربنا يسوع المسيح من خلال هذا المثل يبي يقول لك: ترى أنا حاسس فيك وعارف كل هوايسك وأفكارك، وما تخاف ولا ترتعب لأني معك خطوة بخطوة. بالنسبة لي ومن خلال هذا المثل أنا أقدر أشوف لغة الحب هي لغة التعليم المسيحي. شوف واسمع وحس بكلام المسيح لك اليوم، وهو يقول لك: أنت في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم حبيتوني وآمنتم أني من عند الله خرجت. يوحنا 16:26-27. جرب بنفسك أنك تتحدث مع أخوك اللي تبشره بهاللغة، لتكتشف بنفسك قوة محبة الله العجيبة اللي تفوق الوصف. كيف حيكون شعورك بعد أن تشارك هذه الحلقة الآن على صفحات الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعية المختلفة مع رسالة
شخصية منك تبين محبة الله الكاملة عندك تجاه أخوك اللي تبشره للمسيح. بالنسبة لي شعوري الشروح شعوري شعور فرح عظيم ومجيد، وشعور ما ينوصف، بأن أشارك هذا الكلام الروحي المملوء بمحبة الله معاكم الآن. إيش هو شعورك أنت؟ علشان تعرف الجواب شارك ودق الباب. بركة الرب يسوع المسيح معكم جميعا اليوم. أحبائي تعالوا نشترك مع بعض بهذه الصلاة. يا إلهي، إله المحبة، إله السلام، أيها الآب يا رب، كم هو عظيم أنه نعرف أنه أنت تحب البشر كلهم يا رب، وأنت قلت مش المسيح يصلي من أجلنا، ولكن نحن نصلي لك يا أيها الآب بالمسيح يسوع، وأنك تسمع لنا لأنك تحبنا. كم هو عظيم هذه المعرفة. قديش أنه فعلا يا رب محتاجين كتير نفوس يا رب محتاجة تسمع هذه الكلمة، محتاجة تعرف أنه أنت يا رب إله الحب، محب الكل، محب البشر. أحط كل نفس تسمع يا رب أنه تخلص وتأمن وتتولد. صحيح في ألم، صحيح في ألم، ولكن يا رب عارفين أنه في حياة بالمسيح يسوع. أعطي حياة لكل البشر. آمين.
النار. لو تبي تسأل أو تحلل أو تفكر تجادل، فكرك محتار مالك خيار، لأن حرام حياكم الله مرة أخرى. اليوم بنتكلم عن قضية المبتعثين. جرت العادة أن السعودية ترسل شبابنا إلى أمريكا وبريطانيا ودول الغرب علشان إيش؟ يتعلمون ويرجعون يبنون بلادهم. لكن المبتعث السعودي بالخارج يواجه مشاكل وتحديات كثيرة. هذه المشاكل عادة لا توجد عند بقية الجاليات والمبتعثين الآخرين. ليش؟ وإيش هو الحل؟ عادة عندنا بالسعودية يتم ابتعاث طلبة من قرى متحفظة جدا إلى دول منفتحة جدا بدون أن يمر هذا الطالب بمرحلة الوسط. على سبيل المثال، على الأغلب أنه هذا الشاب ما شاف حرمة في حياته في قريته نهائي، وفجأة صار يشوف الحريم في الفصل الدراسي وجالسة جنبه بعد، وكاشفة شعرها ووجهها فيطق مخه لأنه مش متعود، مسكين، فما يعرف يركز بدراسته وينحرف أخلاقيا ويرجع لديرته كأنك يا أبو زيد ما غزيت. طب وش الحل؟ الحل ان يرجع الانسان للفطرة اللي ربنا
خلقنا عليها. متأكد أن الكثير من المسلمين هيعرضوني، لكن بقول الحق. ربنا لما خلق آدم قال أنه مش زين أنه يكون آدم لوحده، ولكن يخلني أخلق له معين نظير وهي حواء، حسب تكوين 2:18. إذن المفترض أن يتعلم الناس الاختلاط بين الأولاد والبنات منذ الطفولة وتستمر إلى النهاية، لأن ربنا قال مش زين أن يكون آدم لوحده، وهذا مش كلامي ولكن كلام ربنا. فعندما تعمل على عكس الفطرة وتفصل الرجال عن الحريم تصير المشاكل. إذن الحل أنه نرجع للفطرة ونعلم عيالنا الاختلاط منذ الطفولة، بس عشان لا يفضحوننا عيالنا لما يكبرون ويروحون للخارج بغرض الدراسة أو غيرها. هذا أمر مهم، وأبغاكم كلكم تشاركوني بكل قلبكم وبكل روحكم ونصلي عشانه. تعالوا يا جماعة الخير بقلب واحد ونصلي. يا رب يا يسوع، نعظم اسمك، نقدسك، لك كل المجد يا سيد العظيم. حاطين شبابنا وبناتنا أمانة بين يدك يا سيد العظيم. علمنا يا رب أنه ننظر للمرأة كأنه جزء مننا، خصوصا أنا نتكلم على أولاد، والبنت نفس الشيء، ما تشوف الرجال أنه أحسن منها، لا، ولكنه مساوي لها، مساوي لها. الرجال يا بنت الحلال، الرجال ترى هو ناقص بدونك، الرجال عنده ضلع ناقص وانت اللي حتكمليه. والرجال لازم ينظر لهذا بهالشكل، انه انا ناقص وين الحرمة حتكملني، فاحنا نكمل بعض. ترى الرجال يفكر بطريقة غير طريقة الحرمة، والتنين مع بعض يكون هناك التطور والرقي. فحاطط يا رب شعبي انه ينتبهوا لها النقطة هذه الحساسة والخطيرة جدا، عشان يرتقوا ويتطوروا ومن نعمة لنعمة. ليش؟ لأنه الخيط المثلوث لا ينقطع. فلما يكون الرجال والحرمة وانت بالوسط، هنا نقول هللويا باسم يسوع المسيح. حاطط الأمر هذا أمانة بين يدك يا رب. آمين. ليرأف الله علينا وليباركنا وليضيء بوجهه علينا، علشان يعرف فالأرض طريقك وبين جميع الأمم خلاصك. تحمدك الشعوب يا رب، تحمدك الشعوب كلها، تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة وتهدي أمم الأرض. تحمدك الشعوب يا الله، تحمدك الشعوب كلها، أعطت الأرض غلتها الوفيرة. يباركنا الرب إلهنا فتخافه كل قاصي الأرض. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. تعتبر الديانة المسيحية أكثر ديانة تعرضاً للهجوم والتشويه. تشويه وكذب طال كل شيء فيها، عقيدتها وكتبها ورموزها وتاريخها وحتى أخلاق أهلها. حرب إعلامية ونفسية وتحريضية ضد كل شيء مسيحي، وخاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. تشويه ما بدأ اليوم، لكن بدأ من أكثر من 1400 سنة. المسيحيين ضالين، المسيحيين مشركين، المسيحيين كفار يحاربون الإسلام والمسلمين، ما عندهم وازع ديني، والناس ما غير تسمع وتصدق، ومستحيل أحد يكلف نفسه ويتحقق من صحة ذا الكلام. وعشان كذا قررت أتكلم معاكم اليوم عن 10 حقائق مسيحية واضحة وضوح الشمس، حقائق معروفة وغير قابلة لا للتحريف ولا للتزوير، وسهل جدا تتأكد منها لو بذلت أقل مجهود ممكن للبحث. وهذا مش دفاع عن المسيحية طبعا، فالمسيحية مش في محل اتهام،
لكن عشان أعطي كل إنسان يبحث عن الحق فرصة يكتشف فيها الحقيقة. الحقيقة الأولى هي أن المسيحيين يعبدون إله واحد فقط، خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى، إله أزلي موجود قبل تكوين العالم. يعني مش إلهين ولا ثلاثة، ولا في أحد أصلاً في المسيحية يقول إن الله ثالث ثلاثة أو يعبد مريم. وياريت تسألون اللي قايل ذا الكلام من فين جايبه، عشان إحنا بعد نبي نفهم. أما الحقيقة الثانية فهي إن المسيحيين أبداً ما يدعون إن لله صاحبة أو زوجة، استغفر الله، وكلام إنه حب يكون عنده عيال فتزوج واتخذ المسيح ولد له، ونستظرف ونقول ده ما يحب العيال كان كثر، فهذا كلام كذب وعيب جدا في حق الله، وعار كبير جدا يستخدم هذا الأسلوب الرخيص في الهجوم على الناس. فالله مش عرضة لأحقاد البشر، والمسيحية أطهر من أن تفتري على الله الكذب. ولو بحثت العالم كله مستحيل تشوف مسيحي عاقل أو حتى مجنون ممكن يتجرأ على الله ويقول مثل ذا الكلام الغريب. ثالث حقيقة مسيحية هي أن الله ما مات على الصليب، واللي مات على الصليب هو جسد أو ناسوت المسيح. فالله روح، والروح ما تموت أبداً، والكون عمره ما كان بدون إله، وهذا الشيء يعرفون المسيحيين أكثر من غيرهم. أما الحقيقة الرابعة فهي أن المسيح جاء للأرض ليفدي الناس ويخلصهم ويهب لهم حياة أبدية، جاي عشاني وعشانك، جاء للعالم عشان يموت على الصليب ويفدي البشرية. وهذه عقيدة وإيمان مسيحي راسخ في نعمة المسيح. فكلام لو كان المسيح هو الله فليش ما أنقذ نفسه يعتبر كلام مش في محله أبدا، وضد العقيدة المسيحية في المسيح اللي جاء للعالم أصلا ليفدي الناس ويخلصهم مش ليخلص نفسه. أما الحقيقة الخامسة فهي أن حقيقة صلب المسيح حقيقة ثابتة غير قابلة للشك أو التحوير، ثابتة تاريخيا وأدبيا وبشهادة الشهود، وعلى رأسهم السيدة مريم أم المسيح وكل تلاميذه، وشهد عليها الكثير من المؤرخين المسيحيين واليهود وحتى من غير أصحاب الديانات. ففكرة التشبيه فكرة لا يقبلها منطق ولا عقل ولا يوجد لها مبرر أصلا. والحقيقة السادسة هي إن الكتاب المقدس كتاب محفوظ بقوة الله من كل تحريف، ويكفي إن المسيح شهد له شخصيا حيث استشهد به أكثر من مرة وردد كما هو مكتوب أو مكتوب، غير أن الإسلام نفسه أثبت صحته وقال أنه هدى ونور وفيه حكم الله. وأتمنى من أي إنسان يملك النسخة الأصلية من الكتاب المقدس يسوي خير ويزودني فيها عشان نكتشف الفرق بينهم ونؤكد على التحريف. أما الحقيقة السابعة أعزائي المشاهدين فهي أن المحبة روح المسيحية وذروتها المركزية وفرضها الوحيد، بها جاء كل الناموس والأنبياء. فالمحبة في المسيحية دين وعقيدة، محبة لكل الناس مهما كانوا ومهما كان منهم، محبة للقريب والبعيد، للصديق وللعدو. يعني الزعل ممنوع والحقد مرفوع والكره مرفوض. ثامن حقيقة ثابتة هي أن أخلاق المسيح مستمدة من أخلاق السيد المسيح نفسه. يعني المسيحي ما يخون ولا يكذب ولا يسب ولا يغدر ولا يكره ولا يكيد ولا يمكر ولا يسكر ولا يستخف بالله. المسيحي بار بوالديه، قريب من أهله، محب لوطنه، لا مغرور ولا فاسد ولا شره ولا جشع ولا طماع ولا كسول، ضامن الجنة لكنه مستمر في محبة الناس وفعل الخير. فهذا دينه وإيمانه. الحقيقة التاسعة هي أن المرأة مساوية ومعادلة للرجل تماما وفي كل شيء، وهذه حقيقة 100% وأبصم عليها بالعشرة، لا هو أعلى منها درجة ولا هي أقل منه درجة.
والزواج رباط مقدس لا ينحل ولا ينفك ولا يؤثر فيه لا مرض ولا خلفة عيال. مش عقد زواج ولكن عهد حياة وزواج، عهد على الحب والوفاء والصبر والتضحية في الرخاء والشدة، زواج منزه من الخوف والأنانية والترقب والذل والإهانة. الله جمعهم وما يقدر إنسان يفرقهم، فعيشي سعيدة مطمئنة لأنك في حمى رب يحبك ويحافظ عليك وعلى بيتك. والحقيقة الأخيرة هي أن دم الإنسان مقدس جدا في المسيحية، فلا تدعي بأن المسيحية تنادي بسفك الدم عشان تبرر أفعالك وتقول ما في أحد أحسن من أحد وتجيب هتلر وقنبلة هيروشيما كمثال. ترى المسيح مش هتلر ولا روزفلت، ومش كل واحد اسمه مايكل المسيحي. بالعكس، المسيح أمرنا ما نحمل سيف ولا نتعامل بالشر، وهذا واضح جدا. وكل ما تحتاج عشان تصدق إنك تفتح الكتاب المقدس وتقراه وتكتشف ذا الشيء بنفسك. وفي الختام أرجو من كل إنسان مهتم أو شاك أو حتى غير متأكد من أي معلومة ذكرتها اليوم إن يبحث عن الحقيقة ويحاول يتأكد منها ويكون أمين مع نفسه، وأكيد بيوصل والله بيدليه على الحقيقة، لأن الله مستحيل يضيعك وإنت تدور عليه. والحين نعمة المسيح معاكم، وشكرا لكم على المتابعة، ونشوفكم الأسبوع القادم على خير وفي أمان الله.